مساءكم خير مشاهدينا ومشاهدي قناة اون تايم سبورتس. تجدد لقاءنا حلقة جديدة من ملعب اون وتغطيتنا لحصاد دوري نايل من نسخة هذا الموسم النسخة رقم 65 واللي انتهت بتتويج النادي الاهلي. النادي الاهلي هو احد الاندية اللي عندها استقرار فني من اصل 18 فريق، الحقيقة 8 فرق فقط، وده رقم مؤسف ان احنا نبدأ بحديثنا عن المدربين. 8 فرق عندهم الاستقرار الفني، يعني المدير الفني اللي بدأ فترة الاعداد وانتقى اللاعبين وكان عنده مجموعة من الاختيارات هو اللي كمل لنهاية السيزون. بعض الاندية أثمرت يعني جهودها بهذا المدير الفني أو هذا القرار، منهم النادي الأهلي. بعض الأندية ظهرت بشكل جيد زي المصري بورسعيدي وسموحة. الحقيقة 10 أندية كان عندها تغييرات كتيرة جدا، مش بس المدير الفني أو اتنين، لا امتد الموضوع لأكثر من 3 و4 مدربين، وجنوا أيضا النتائج السلبية زي المقاولون العرب اللي هبط إلى دوري القسم الثاني. بلدية المحلة على سبيل المثال كان عنده نفس طويل شوية مع كابتن أحمد عبد الرؤوف، وكان التغيير خلاص في الرمق الأخير، يعني كتغيير فكر شوية وتمسك بالأمل من أجل بلدية المحلة. 8 أندية اللي حافظوا على استقرارهم. بما أن النهاردة هنتكلم على حلقة المدربين أو المدربين الفنيين، ويكون معانا قيمة كبيرة جدا في التدريب الكابتن خالد جلال اللي عنده صولات وجولات مع أندية الحقيقة كتيرة جدا زي فاركو ونادي الزمالك والبنك الأهلي. بس هرجع لموضوع الأساسي وهو الحديث عن الاستقرار الفني. 8 مدربين زي الأهلي مع مارسيل كورل، المصري بورسعيدي مع كابتن علي ماهر، سموحة مع كابتن أحمد سامي، زد اللي بيطلع لأول مرة للدوري الممتاز مع كابتن مجدي عبد العاطي، وأيضا جنى الثمار مع أنه كان عنده كتيبة الحقيقة من بعض اللاعبين أصحاب الخبرات، اللاعبين من المنتخب الأولمبي، تشكيلة كده قدر الكابتن مجدي عبد العاطي الحقيقة يتميز بيها في بطولة الدوري. سيراميكا كليوباترا مع الكابتن أيمن رمادي، النادي الإسماعيلي بكل الصعاب اللي واجهها مع الكابتن إيهاب جلال، طلاع الجيش مع الكابتن عبد الحميد بسيوني، والجونة مع الكابتن علاء عبد العال. وبالتالي العشر فرق الباقيين طبعا كان عندهم تغييرات، بعضها كان برضو أفاد بعض الفرق زي رحيل باتشيكو وجهازه الفني من قيادة بيراميدز لما جابوا يرشيتش الحقيقة أيضا قبل بلاء حسنا مع بيراميدز، فبالتالي كان في منافسة. موضوع الحقيقة بنأمل إن شاء الله كل الأندية اللي أخطأت يبقى عندها الاستقرار الفني. فكرة التيرن أوفر الحقيقة ما بقاش مشكلة في مصر بس، لا امتد على سبيل المثال في الموسم الماضي في البريمير ليج والأندية الإنجليزية كان برضو عندها تيرن أوفر كتير جدا للمديرين الفنيين، ما بقاش في صبر بمعنى أصح، وفي الآخر هي بتبقى قرارات إدارية من بعض مجالس إدارات الأندية. حلقة النهاردة فيها أخبار كتيرة جدا، ولكن أهمها لا صوت يعلو على منتخبنا الوطني المصري. كل التوفيق إن شاء الله للكابتن حسام حسن وجهازه الفني لمحو بقى أثار الخروج الغير يعني مرضي بالنسبة لجماهير كرة القدم المصرية من كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. خرجنا بركلات الترجيح بعد ما تجاوزنا بقى مرحلة المجموعات وصعدنا لدور الـ16 بمجموعة من التعادلات، تعادلنا 3 مرات في دور المجموعات، ودي أول مرة أعتقد تحصل لمنتخبنا الوطني المصري. تلاها أيضا تعادل مع الكونغو الديمقراطية خلانا نلعب بركلات ترجيح ونودع منافسات كأس الأمم الأفريقية. المرة دي عندنا أمال إن شاء الله في كأس أمم إفريقيا 2025 هتقام في المغرب، ملاعب جيدة بس هيبقى فيه منافسة شرسة جدا مع المنتخب المغربي اللي عنده بطولة. أكيد مع الإنجازات اللي موجودة حاليا عند المنتخب المغربي لازم منتخبنا يكون جاهز. إحنا ما بقيناش نتكلم على أن إحنا نصعد، لأن شكل التصفيات يخلينا يعني مش بس نصعد مرتاحين، نصعد ونص كمان، يعني حتى لو خدنا التصفيات دي بشكل غير جدي قوي لازم نصعد في الآخر. نظام التصفيات طبعا حضراتكم عارفين 48 منتخب بيتنافسوا، نص المنتخبات دي هتصعد عن طريق وجودها في المراكز الأول والتاني، ونصها هيودع ومش هيتواجد في كأس الأمم الأفريقية. منتخبنا الوطني المصري موجود في مجموعة تضم بوتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا، متناول الجميع أعتقد، هيصعد أول وتاني. فأعتقد الكابتن حسام حسن لازم ياخد هذه المواجهات كلها كاستعداد رسمي لكأس الأمم الأفريقية. القائمة الحقيقة فيها كلام كتير جدا وهستعرضها مع حضراتكم سريعا. فيها 27 لاعب. في مركز حراسة المرمى يتواجد محمد الشناوي من النادي الأهلي، المهدي سليمان من الاتحاد السكندري، مصطفى شوبير حارس النادي الأهلي، حمزة علاء نجم منتخبنا الأولمبي ونجم حراسة أيضا النادي الأهلي. خط الدفاع يتواجد فيه أحمد حجازي من نيوم السعودي طبعا، رامي ربيعة من النادي الأهلي، محمد عبد المنعم اللي بنأمل كده إن شاء الله يعني يستعد سريعا وينضم لنادي الفرنسي نادي نيس وإنهاء إجراءات التعاقد بشكل رسمي، وهنتكلم أكيد على هذه الجزئية في خبر خاص عن محمد عبد المنعم لاحقا. أحمد رمضان بيكهام مع سيراميكا كليوباترا، خالد صبحي من سيراميكا كليوباترا أيضا، محمد هاني من النادي الأهلي، محمد حمدي لاعب بيراميدز، محمد شحاتة نجم منتخبنا الأولمبي ونادي الزمالك، وأحمد نبيل كوكا أيضا نجم منتخبنا الأولمبي ونادي الأهلي. خط الوسط كتيبة من المحترفين، محمد النني اللي بينضم لأول مرة مع الجهاز الفني الخاص بك
الكابتن حسام حسن بعد تألقه أكيد مع نادي الجزيرة الإماراتي، وأيضا تألقه رفقة منتخبنا الأولمبي، حمدي فتحي من الوكر القطري، مروان عطية من النادي الأهلي، إمام عاشور من النادي الأهلي، ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك، أحمد سيد زيزو نجم أيضا نادي الزمالك، محمود حسن تريزيجيه نجم ترابزون سبور التركي، وعمر مرموش من إنتراخت فرانكفورت الألماني، ومحمد صلاح نجمنا اللي بيتألق في الملاعب الإنجليزية رفقة ليفربول، ومصطفى فتحي لاعب بيراميدز، وإبراهيم عادل أيضا مستقبل كرة القدم المصرية ونجم منتخبنا الأولمبي ونادي بيراميدز. أما خط الهجوم مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، ومحمد الشامي من المصري بورسعيدي، وأسامة فيصل من البنك الأهلي. دي قائمة بنأمل إن شاء الله ليهم كل التوفيق. القائمة دي هتستمر مع كابتن حسام حسن في معسكر إن شاء الله هيبدأ يوم 28 أغسطس الجاري، وهيستمر حتى 10 سبتمبر، وهيتخللوا لقاءين بإذن الله. اللقاء الأول هيكون مع كاب فيردي يوم 6 سبتمبر هنا في مصر بإذن الله، واللقاء الآخر هيكون أمام بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في بوتسوانا. بنأمل ليهم كل التوفيق. ونبدأ بقى نتكلم على القائمة اللي هيبقى فيها بعض الأمور كده والملاحظات. طبعا مش كل اللعيبة هتنضم في توقيت واحد، زي ما حضراتكم عارفين إن الأجندة الدولية هتبدأ بإذن الله يوم 2 سبتمبر، يعني التوقف الدولي الرسمي اللي يحق للمنتخب الوطني المصري مطالبته بلاعبيه ابتداء من هذا التاريخ. يعني على سبيل المثال محمد صلاح نجم ليفربول هيقود لقاء مع ليفربول امام مانشستر يونايتد يوم 1 سبتمبر ان شاء الله الاحد، يعني تحديدا الموافق 1 سبتمبر على ملعب اولد ترافورد. بعدها ينضم لمنتخبنا الوطني المصري في تاني يوم على طول او في اليوم اللي بيلي هذا اللقاء. نفس الحال هنطبق على كل لاعبه منتخبنا الوطني المصري المحترفين. ولكن التساؤل طبعا حاليا، وده تساؤل هام، هل الانديه المصريه، طبعا في انديه كتيره جدا مديه اللاعبين راحه، بدات بالفعل نادي الزمالك مدي راحه للاعبيه وما شفناهمش في اللقاء الاخير في لقاء طلاع الجيش امام، طبعا لقاء نادي الزمالك امام طلاع الجيش في بطوله كاس مصر واللي خسرها نادي الزمالك. نفس الحال انطبق على النادي الاهلي بعد التتويج رسميا امام سموحه بهدف محمد مجدي قفشه، بدات اللعيبه تاخد راحه، معظمهم بالفعل حتى اللعيبه المنضمين دوليا كلهم واخدين راحه مع النادي الاهلي. ولكن هنا التساؤل بقى اللي منتظرين انفراج ان شاء الله في الوقت اللاحق. يعني النادي الاهلي كان في بيان رسمي قبل كده كان واضح وصريح كعادته، اصدر بيان رسمي قال ان كل اللعيبه الدوليه هيكونوا موجودين مع النادي الاهلي ولازم ينضموا في المواعيد الرسميه، يعني في مواعيد الفيفا ديتس او الاجنده الدوليه. وبالفعل كان في تواصل من المنسقين في المنتخب الوطني المصري والمسؤولين مع النادي الاهلي في الوقت الحالي عشان ياخدوا راي مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بشان انضمام اللاعبين الدوليين من النادي الاهلي، وعددهم 8 لاعبين دوليين. بنأمل إن شاء الله طبعا النادي الأهلي بتاريخه ويعني دايما مساندته لمنتخبات مصر مش بس يعني في كرة القدم ولكن في جميع المنتخبات أكيد مش هيقف عائق أمام الكابتن حسام حسن ورغبته أن اللعيبة تكون متواجدة من أول المعسكر ويكونوا إن شاء الله متوائمين ومتلائمين مع بعضهم البعض طبعا، ويكون في انفراجة في هذا الشأن بإذن الله. ده كان خبر مهم الحقيقة مع لعيبة منتخبنا. في بعض اللعيبة كمان هينضموا لأول مرة زي ما قلت على محمد النني، أحمد حجازي طبعا اللي كان مصاب دي أول مرة ينضم مع الكابتن حسام حسن، طبعا تاريخ كبير لأحمد حجازي مع منتخبنا الوطني المصري. لعيبة المنتخب الأولمبي كلهم طبعا باستثناء كوكا وإبراهيم عادل اللي انضموا قبل كده مع الجهاز الفني للكابتن حسام حسن. طبعا لاعب زي خالد صبحي أحد المدافعين اللي أشدنا بيه كتير جدا مع سيراميكا كليوباترا. ولكن التساؤل الحقيقة، واللي تابع الدوري الانجليزي في اول جولاته واللي تابع كمان السنه اللي فاتت التالق لسام مرسي مع ابسويتش تاون النادي اللي صعد الى البريمير ليج وعوده مجددا للبريمير ليج وبيتالق كمان رغم خساره فرقته في اول لقاء امام ليفربول، ولكن لاعب ظهر بشكل جيد، لاعب يعني دولي مصري لعب قبل كده وانضم للمنتخبات المصريه وبيشارك في اقوى بطوله في العالم. يعني الدوريات الخمس الكبرى لو هنتكلم على الدوري الفرنسي الدوري الاسباني الدوري الالماني والدوري الايطالي الدوري الانجليزي بالنسبه لي وبالنسبه لحضراتكم مفيش اختلاف ان هو اقوى الدوريات. فلما يبقى عندك لاعب بيلعب اساسي في الدوري ده وعنده خبرات تراكميه الحقيقه في الملاعب الانجليزيه، ليه ما يبقاش موجود في القائمه؟ يعني اعتقد مفيش اي مانع ان هو يكون اللاعب رقم 28 احتاجته تلعب بيه متلائم مع الفكر الفني للكابتن حسام حسن تلعب بيه، مش محتاجه خلاص اللاعب مش هيمانع مش هيرفض الانضمام الدولي، وخصوصا ان هو يعني كان خلص كل الامور
اللي بتخص يعني جواز السفر المصري ومشاركته مع منتخبنا الوطني المصري، وبالفعل عنده رصيد من المشاركات الدولية، ولكن في الآخر هي وجهات نظر فنية تحترم للكابتن حسام حسن اللي تاني مرة بنأمل ليه كل التوفيق بإذن الله، واللقاءين دول باستعداد جيد بإذن الله لكأس الأمم الإفريقية. كل التوفيق، وكل التوفيق أيضا لكل اللاعبين الغير منضمين يعملوا ما عليهم إن شاء الله ويكونوا تحت النظر في ما هو قادم من المواعيد. اخبار النادي الاهلي، واتكلمنا في الاونه الاخيره واتكلمت مع حضراتكم امبارح على اشرف داري اللي بات انتقاله وشيكا، ولكن لازم احط حضراتكم في الصوره في ثلاث انديه اسبانيه دخلت على الخط بتحاول طبعا انها تخطف هذا اللاعب الجيد من النادي الاهلي، والثلاث انديه دول هم ختافي ورايو فايكانو واسبانيول. ده طبعا بناء على المواقع الرسميه التفاوض مع هذه الانديه، ولكن النادي الاهلي بمعنى اصح الكفه بتاعته طبت بشكل كبير جدا بعد ما قدم عرض جيد للنادي النادي الفرنسي نادي بريست اللي يمتلك طبعا عقد اشرف داري، وعلى حسب تصريحات والده طبعا خلاص ان الاتفاق تم ما بين كل الاطراف، يعني النادي الاهلي ونادي بريست واللاعب، والتوافق ده خلاص هيخلي اللاعب قريبا في مطار القاهره باذن الله عشان يبدا اجراءات التوقيع والاعلان الرسمي وايضا الكشف الطبي. الخبر ده برضو هربطه بخبر اخر، في حال انضمام اشرف داري رفقه اللاعبين المحترفين بالنسبه للنادي الاهلي هيكون في مشكله. معروف طبعا ان اسامه ابو علي مقيد كلاعب محلي او لاعب يعني يحمل الجنسيه الفلسطينيه، ونفس الحاله على يوسف ايمن اللي اوريدي عنده الجنسيه المصريه، ولكن هتبدا يكون في ازمه في عند النادي الاهلي لان عدد اللاعبين المحترفين هيبقى موجود اكتر من اللازم، بشان طبعا موجود يحيى عطيه الله، رضا سليم، بيرسي تاو بالفعل موجود، فلو انضم اشرف داري هيبقى اللاعب الرابع رسميا واصبح موجود مقعد واحد رسمي ما بين محمد بن رمضان وما بين اختيارات كولر اللي متمسك بضم مهاجم اخر رفقه كهربا ورفقه اسامه ابو علي، وهو عايز المهاجم ده يكون مهاجم اجنبي. طبعا الكلام مع مسؤولي النادي الاهلي ان ممكن يبقى في صفقه من لاعب فلسطيني فبالتالي تتحل المشكلة أو يبقى في انفراجة في المشكلة، ولكن الفكرة بالنسبة لكولر إن كل اللاعبين اللي شاف السي في بتاعهم قبل كده اللاعبين الفلسطينيين كان رافضهم رفض تام، فبالتالي هو متمسك بفكرة وجود اللاعب الأجنبي، والنادي الأهلي متمسك أيضا يعني بصفقة محمد بن رمضان، وهتبدأ الأمور توضح خلال الفترة القادمة لعل وعسى النادي الأهلي طبعا يلاقي لاعب فلسطين يتمتع طبعا بمواصفات جيدة، فبالتالي قد تنفرج هذه الأزمة وتكون دي خلاص آخر الصفقات بالنسبة للاعبين الأجانب، ونبدأ بقى نشوف ملف اللاعبين المحليين للنادي الأهلي حاطط عينه عليهم في الآونة الأخيرة. آخر المستجدات أيضا بالنسبة لمحمد عبد المنعم اللي يعني بنبارك له مرة تانية وثالثة ورابعة على انضمامه للدوري الفرنسي رفقة نيس. نيس طبعا كان عنده لقاء في الدوري الفرنسي، ولكن حتى هذه اللحظة لم ينضم محمد عبد المنعم رسميا بناء على تصريحات رئيس النادي جان بيير ريفي رئيس نادي نيس الفرنسي اللي أكد أن محمد عبد المنعم هيكون متواجد قريبا. هو معجب جدا بقدرات المدافع، محمد عبد المنعم عنده 25 سنة لسه لعيب صغير، شايفين فيه مستقبل جيد بالنسبة لهم سواء في استمراره مع النادي أو حتى في إعادة بيعه. العرض طبعا نادي نيس بفكر حضراتكم كان تعاقد مع محمد عبد المنعم بمبلغ 4 مليون يورو و300 ألف دولار بالإضافة إلى 10% نسبة من إعادة البيع، قيمة كبيرة جدا استفاد بها النادي الأهلي بوجود محمد عبد المنعم الحقيقة سواء على المستوى الفني في كل المباريات اللي لعبها أو حتى في قيمة انتقاله إلى الدوري الفرنسي. ولكن المشكلة زي ما حضراتكم عارفين أن الفيزا اللي هتطلع لمحمد عبد المنعم بناء طبعا على دول الاتحاد الاوروبي والاجريمنتس اللي موجوده ما بين كل دول الشنجن او دول الاتحاد الاوروبي، لازم الفيزا اللي تطلع لمحمد عبد المنعم هنا مش فيزا سياحه، يعني طبعا الفيزا السياحه دي ممكن تطلع لاي حد مؤهل ان هو ياخد الفيزا، ولكن لازم محمد عبد المنعم يطلع من هنا بفيزا عمل عشان يبدا ان هو يكون لاعب محترف وخاضع لقوانين العمل هناك في الدوري الفرنسي. فبعض الاجراءات دي هي اللي بتتاخر شويه في السفاره الفرنسيه، في طبعا ضغط من النادي الاهلي وفي ضغط كمان من رئيس نادي جان بيير ريفي. خلونا نشوف تصريحاته ونعرف اكتر ايه اللي حصل في صفقه محمد عبد المنعم. وفي خبر عندي كمان يعني حصريا على ملعب أونو بننفرد بيه لاول مره، النادي نيس مش بس مهتم بمحمد عبد المنعم، لا مهتم باحد اللاعبين المصريين الدوليين كمان ممكن يرافق محمد عبد المنعم ان شاء الله، بنامل ليه كل التوفيق وطبعا هيبان لحضراتكم في الساعات القادمه. خلونا نشوف تصريحات جان بيير ريفي رئيس النادي الفرنسي ونرجع مع حضراتكم.
محمد عبد المنعم لم يحصل على تأشيرة دخول فرنسا حتى الآن، وهذا أمر عجيب. كان من المفترض أن يخضع اللاعب للكشف الطبي أمس الخميس. تأخر التأشيرة هو الشيء الوحيد الذي يعطل الإعلان الرسمي عن الصفقة. أعلم أن إجراءات الوصول إلى هنا تستغرق بعض الوقت، ولكننا نثق في أنه سيصبح لاعبا في صفوفنا قريبا. نادي الزمالك واللي بيستعد في أول مواجهة رسمية هتبقى بالنسبة له افتتاح الموسم الجديد هو السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي. بطل دوري أبطال إفريقيا هيقابل بطل الكونفدرالية، وكلنا فخر أن كلا الناديين ناديين مصريين وينتموا إلى جمهورية مصر العربية. كل التوفيق أكيد للنادي الأهلي وجماهيره، وكل التوفيق أيضا لنادي الزمالك وجماهيره. ولكن بما أني هتكلم على نادي الزمالك، حضرتكم عارفين طبعا أن حاليا نادي الزمالك بيفكر سريعا وبيسابق الزمن قبل إغلاق باب القيد الإفريقي اللي هيغلق يوم 30 أغسطس بإذن الله، أو 31 أغسطس بمعنى أصح. عنده مشاكل في القيد، ولكن هيكون في انفراجة بإذن الله. المشاكل بالنسبة لنادي الزمالك بالنسبة للثلاث مساعدين لفريرا اللي عندههم مستحقات بالنسبة لنادي الزمالك 54,000 دولار، نفس الكلام أتشيمبونج اللاعب اللي كان محترف قبل كده في صفوف النادي الزمالك عنده قسط أخير بيبلغ 115,000 دولار، يعني تقريبا المبلغين على بعض 120,000 دولار. أعتقد نادي الزمالك قادر على إن هو يحلهم سريعا، ولكن تكمن المشكلة في قضية جيمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك السابق، واللي أيضا تولى القيادة الفنية لنادي بيراميدز اللي ليه مستحقات $500,000. ولكن باتشيكو كان عمل قضية كده بمعنى أصح للحصول على كامل مستحقاته واللي بتبلغ $1,500,000 عشان يعني يحصل عليهم بشكل كامل. طبعا القضية دي تقدم بها يوم 31/7 وتم الحكم فيها وتأجيلها إلى 31/10 عشان المحكمة الرياضية تحكم بشكل نهائي هل هيحصل على $500,000 ولا هيحصل على قيمة عقده بالكامل، وده اللي هنتابعه خلال الأيام الماضية. ولكن التريك بقى في إيه؟ إن ممكن بالفعل المحكمة الرياضية مش تستنى لحد 31 أكتوبر، ممكن تطلع الحكم في أي وقت، فنلاقي مشكلة جديدة عند نادي الزمالك. ولكن طبعا حضراتكم عارفين نادي الزمالك بيسابق الزمن للحصول على التوقيع النهائي لأشرف بن شرقي. كمان بالنسبة لملف الراحلين، يعني نادي الزمالك بيحاول ان هو يعني يبقى طالع بوين وين سيتويشن بمعنى اصح، يبقى كسبان من هنا وكسبان من هنا. جوزيه جوميز محدد بعض اللعيبة اللي هو شايف ان هم مش هيكونوا مفيدين لنادي الزمالك في الموسم القادم، فبالتالي نادي الزمالك بيحاول استغلالهم في صفقات تبادلية. في كلام على ناصر منسي، في كلام على مهاب ياسر، في كلام على نيمار بالفعل، وتحديدا من النادي المصري البورسعيدي، بحكم ان يعني نيمار عنده رغبة في ان هو يلعب كمان في الكونفدرالية الافريقية الموسم القادم. فالكلام على الثلاث لعيبة دول لإما هيطلعوا كإعارات إما هيطلعوا ببيع نهائي أو صفقات تبادلية. ده بالنسبة لملف الراحلين اللي قد يمتد إلى 8 أو 10 لاعبين من نادي الزمالك في الوقت الراهن. نفس الكلام كمان بالنسبة لمحمد عواد، الحقيقة في كلام على تجديد محمد عواد في نادي الزمالك، ولكن الملف ده برضو لم يحسم بشكل كامل. نادي الزمالك طبعا بيحاول مع محمد عواد، ومشكلة نادي الزمالك الأخيرة مع عواد أكيد كانت ملقية بظلالها وعدم مشاركته في الآونة الأخيرة، ولكن العرض ده طبعا مقدم ليه عشان يجدد، ولكن اللاعب كان رفضه أكتر من مرة. هل هيستمر محمد عواد مع نادي الزمالك؟ هل هنشوف جنش بيعود مرة أخرى لحراسة عرين نادي الزمالك مرة أخرى؟ كل دي أعتقد من الأمور الهامة بالنسبة لنادي الزمالك. خلصنا مع حضراتكم أخبارنا الهامة بالنسبة لنا في الساعات الأخيرة، وكان أهمها أكيد خبر منتخبنا الوطني المصري والقائمة المعلنة من الجهاز الفني، بالإضافة إلى أخبار النادي الأهلي وأخبار نادي الزمالك. ولكن قبل ما نطلع لفاصل ونستقبل الكابتن خالد جلال والحديث عن حصاد الدوري في هذه النسخة، سريعا ناخد الزميل العزيز خالد رزق من مهرجان العالمين ومدينة العالمين، نعرف ونقرب أكتر من الصورة هناك والمشهد وكل المستجدات في كل الإيفنتات سواء الرياضية أو غير الرياضية. خالد بمسي عليك ولك الكلمة الآن، فتفضل. كل التحية ليك يا زميل عزيز محمد غانم، وتحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. ما زالت الاجواء مميزه وممتعه داخل العالمين الجديده، وزي ما انا موجود في النورث سكوير وخلفي بالتاكيد الابراج يعني المميزه جدا في شكلها، واللي بيكون فيه عدد كبير من المتواجدين بيكونوا حريصين على انهم يلتقطوا بعض الصور التذكاريه من هذه المنطقه. وايضا كمان يا غانم خليني اقول لك ان الفعاليات النهارده فعاليات طويله جدا من الصبح وحتى هذه اللحظه، يمكن كل الفعاليات مشوقه لكل واحد بيكون متواجد داخل العالمين الجديد
جديده. كان الصبح بيتواجد بطوله الباسكت بول 3 اون 3، وبعدها كان سباق السيارات، وكان في النهارده للشو كان سباق بين سياره وبين موتوسيكل، وكانوا الاثنين في نفس الهورس باور بتاعهم، وكان لفت انتباه كل الحاضرين. وايضا بعديها كان في ماراثون للجري اللي كان بيتواجد فيه 1000 مشارك في هذا الماراثون، يمكن كان في اقبال كبير جدا عليه وسعاده من كل الحاضرين بالاجواء الموجوده في العالمين الجديده. الكل بيستمتع بكل الفعاليات الرياضيه، والكل بيستمتع ايضا بالطقس وبالبحر المميز في العالمين الجديده. كمان امتد اليوم حتى هذه اللحظه وبطوله الام ام اي او البطوله القاضيه وهي في نسختها الخامسه، واكيد بطوله مختلفة ومميزة، يمكن عدد كبير من المشاركين، ولكن في 11 مشارك مصري و11 مقاتل مصري في الام ام اي. عايز اقول لك انهم عاملين اداء كويس حتى هذه اللحظة. يمكن في اول مباراتين اتلعبوا يمكن المصريين فازوا في اول مباراتين، وايضا هيكون في ختام اليوم النهارده مباراة تكون قوية جدا بينتظرها كثير من المتواجدين في الام ام اي ومشاهدة المباريات بالتأكيد بين بطل مصري وبطل برازيلي. هتكون مباراة قوية وعلى سخونية شديدة جدا في هذه الاجواء. يمكن كمان بعض المتواجدين بيكونوا حريصين على التجوال داخل المناطق في العالمين الجديده، مرورا بالمنطقه الترفيهيه، مرورا بمنطقه الام ام اي، وكله بيستمتع بالاجواء. هناك فعاليات عديده، كل واحد موجود هنا في العالمين ما عندوش مساحه وقت ان هو يفكر في اي احداث، لان الاحداث متتاليه في هذه اللحظات. بكل تاكيد طبعا في التوقيت الحالي هناك حفل كاريوكي ولتوليت بالتاكيد، واحد من الممثلين او الفنانين بالتاكيد، المطربين اللي عاملين بعض الشغب مع الشارع المصري اللي بينتظروا ان هم يشوفوا وشه بدون ماسك اللي هو بيرتديه. بكل تاكيد يعني كل الفعاليات هنا بتكون عامله حاله جيده عند المتابعين، بغير طبعا يعني المسرحيات الموجوده هنا في العالمين، مسرحيه الفنان طبعا اشرف عبد الباقي اللي عامله صدى قوي جدا في العالمين الجديده. طبعا كل اجواء هنا زي ما احنا اتكلمنا مميزه وممتعه جدا حتى هذه اللحظات، والكل اللي بيتواجد من الصباح الباكر وحتى اخر ساعه في الليل بيقدر ان هو يستمتع بكل الاجواء من داخل العالمين الجديده. واكيد يعني بكره ان شاء الله وباقي الاسبوع دايما تمتد الفعاليات، وبالتحديد الفعاليات الرياضيه الممتده على مدار الايام وحتى انتهاء المهرجان يوم 30 ان شاء الله. يعني غانم من النورث سكوير، واليك كامل الان في الاستوديو، اتفضل. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز خالد رزق، حطينا في الصوره في كل الاحداث مش بس الرياضيه، لا الفنيه والغنائيه وكمان الدراما المصريه او حتى المسرحيات اللي بتقام في مدينه العالمين. الحقيقه متعه كبيره جدا بنحاول دايما ان احنا نوصل حضراتكم بيها عشان تبقوا ملمين بكل ما يدور في هذه المنطقه. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل الكابتن خالد جلال وحديث عن كل ما دار في بطوله دوري نايل لنسخه هذا الموسم، النسخه رقم 65، ولكن بعد هذا الفاصل. ضمن عدد من الكوادر الوطنية المتميزة، غاب التوفيق عن خالد جلال خلال الموسم 65 للدوري عندما تولى قيادة فاركو خلفا للبرتغالي برونو روماو في تجربة استمرت ل 78 يوما فقط. ورغم البداية الرائعة والفوز على الإسماعيلي بالجولة الرابعة بهدف الجزائري رزقي حمرون، تراجعت نتائج الفريق بعدها ولم يحقق إلا نقطة واحدة خلال 6 مباريات من تعادل أمام المقاولون مقابل 5 خسائر أمام الجونة وبلدية المحلة وسموحة وزاد والاتحاد السكندري. فضل بعدها تقديم استقالته تاركا المهمة لأحمد خطاب الذي قاد الفريق للبقاء، وأنهى في المركز 15 برصيد 33 نقطة. على خطى جلال الذي تولى تدريب عدد من الأندية منذ 2008 على رأسها الزمالك، قاده للفوز على الأهلي في ختام الدوري، ثم التتويج بكأس مصر على حساب سموحة في 2018، سار عدد من زملائه مثل شوقي غريب ومحمد عودة وتامر مصطفى وأحمد عبد المنعم كشري وأحمد عبد الرؤوف وميمي عبد الرازق وهيثم شعبان وعماد النحاس.
أعطاء المدرب الوطني في هذا الموسم لم يكن سلبيا بالمطلق، حيث لمع عدد من المدربين وحققوا نجاحا كبيرا، وعلى رأسهم علي ماهر الذي أعاد المصري للمربع الذهبي بعد غياب 5 سنوات، ومعه المخضرم طلعت يوسف في مودرن سبورت، ومجدي عبد العاطي مع زد، وعلاء عبد العال مع الجونة، والسيد ياسين في أم بي، وأحمد سامي مع سموحة. كان الموسم المنتهي للدوري قد بدأ بستة مدربين أجانب ترجعوا لـ3 في نهاية المطاف، فهل صار زامر الحي لدى الأندية؟ مهما اختلفت إمكانيات الأندية، مهما اختلفت إمكانيات اللعيبة، مجالس الإدارات، الصفقات، دايما بتظل حلقة الوصل ما بين الإدارة وما بين اللاعبين، وأهم عنصر في اللعبة دي بخلاف طبعا كل اللي ذكرته هو المدير الفني بقيمته الكبيرة بتواصله. الأمور كمان بدأت تتطور أكتر بوجود سكواد كامل بالنسبة للمدير الفني، من طاقم بقى تدريبي، من محللين أداء. الموضوع تطور بشكل كبير جدا مع أطباء، الجزء النفسي كمان يعني بيبقى فيه أخصائيين نفسيين. الحقيقة القصة التدريبية قصة وباع طويل جدا. النهاردة كمان ضيفي وضيف ملعب أون، واحد من نجوم التدريب ولاعب طبعا دولي سابق حدث ولا حرج وقيمة كبيرة جدا في نادي الزمالك، ولكن على المستوى التدريبي كان ليه 3 تجارب أبرزها مع نادي الزمالك اللي حقق معاه بطولة كاس مصر موسم 2018-2019، الكابتن خالد جلال. كابتن خالد منور الدنيا ودايما بتبسط بوجود حضرتك. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا حضرتك بيك. إيه؟ ربنا يخليك، كله تمام النهاردة. وأنا ببدأ بقى طبعا الحلقة اتكلمت على فكرة دايما الاستقرار الفني، وعندنا بعض الإحصائيات بعد ما انتهينا من موسم كان طويل، النسخة رقم 65، 18 فرقة متواجدين في بطولة الدوري، ودي أبرز الأرقام اللي ناقشها مع حضرتك. 8 فرقة فقط احتفظت بالمدير الفني، 10 فرقة غيرت، 3 مديرين فنيين أجانب هم اللي أنهوا بطولة الدوري مع الأهلي والزمالك وبيراميدز، باقي كده كله طبعا مديرين فنيين محليين. أنا بس الأول عايز في معلومة بقولها، إن أنا نادي الزمالك ما مسكتوش مرة واحدة، أنا 3 سنين ورا بعض حققنا الحمد لله بطولة السوبر وحققنا بطولة كاس مصر، يعني أنا مسكت 3 مواسم ورا بعض. كله مكتوب هنا يا كابتن. أيوة. على فكرة بس أنا دايما باخد الحاجة البارزة يعني. اللي هي كاس مصر الحمد لله. لا وفي أقول لحضرتك باقي الحاجات طبعا، اتفقت على نادي الزمالك كمان في القمة 116، النادي الأهلي قمة 116، وجمهور الزمالك فاكر لك حاجات كتير يا كابتن، بس يعني طبعا بتبقى في الآخر فكرة اسمه ونصيب إنك تكمل أو قرار إنك تمشي، يعني بتبقى قرارات فنية صعبة عليكم كمان. أنا عايز أقول لك حاجة، اولا الموسم ده موسم كان صعب جدا على الجميع، كمدربين، كمجالس ادارات، كلاعبين. امتداد الموسم ده خلي بالك ليه شقين. الفرق اللي بتبقى ماشيه كويس وبعدين بتتعطل من التوقفات، فبتحصل بيحصل لها دروب، والفرق اللي هي ماشيه وحش، يعني مثلا ايه، وانت ماشي بتشتغل مثلا 5 ماتشات وتريح 40-45 يوم، تخيل 45 يوم دول، تخيل بقى الكلام ده بيتكرر خلال الموسم كم مرة. فدي بتدي طبعا مؤشر سلبي لجميع اللاعبين. لا يمكن اللعيب يبقى في التوب فورم بتاعه. شفنا الدوري لغاية آخر لحظة، كان آخر 2-3 جولات اللي خلاص خد الدوري خد، واللي نزل نزل، حتى كان طعم الدوري وحش. ليه؟ امتداد الدوري بالوقت ده كله أدى إن هو في النهاية ما مش هو ده الدوري المصري. الدوري المصري يعني نفسنا إن احنا، وحنتكلم في الموضوع ده، نفسنا إن احنا قبل ما ينتهي الموسم نبقى عارفين احنا هنبتدي يوم كام، عشان المدير الفني يبتدي يعمل حساباته ويعمل البرنامج التدريبي بتاعه ويجيب اللعيبة ويبتدي الموسم امتى، ويبقى عارفين من نهاية الموسم الموسم اللي بعده هيبتدي امتى، الفترة البينية اللي انت بتدي الراحة بتديها قد ايه عشان تبدأ قد ايه، عشان البرنامج التدريبي، عشان اول ماتش هتبدأه امتى. حاجات مهمة جدا 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 بصراحة مفتقدينها ولسنين، ونفسنا انها ان احنا نطور نفسنا فيه. طب اللي بيحبوا بقى الكابتن خالد جلال نطمن على حضرتك، يعني حضرتك في قيادتك للبنك الاهلي انقذت وانتشلت فرقه البنك الاهلي من الهبوط طبعا بعد القياده الفنيه للكابتن محمد يوسف اللي بنحييه اكيد، بس طبعًا. يعني كان الموضوع صعب، والارقام اللي على حضرتك هنا يعني كان فرقه عندها 10 نقط فقط من 13 مباراه، نجحت ان انت تاخد 25 نقطه وتنهي المسابقه كمان في المركز ال15.
وانقذت فرقه البنك الاهلي اللي لازالت موجوده لحد النهارده. الناس بقى لو حابه تطمن عليك يعني امتى يشوفوا الكابتن خالد جلال مش بس منور الاستوديو وتبقى متواجد وخلف الخطوط الفنيه يعني. انا هقول لك على حاجه محمد، طبعا هننتهي من ما انت انتهيت، ان الموسم اللي احنا قعدنا فيه البنك الاهلي كان موسم صعب جدا جدا جدا، وقدرنا ان احنا نعمل احصائيتين ورا بعض. اول موسم ان احنا ما اتغلبناش اخر 11 ماتش، منهم اهلي وزمالك وبيراميدز ومصر بره وجيش بره، 11 ماتش. السنه اللي بعديها، وده يبين لك التطور، ان احنا السنه اللي بعديها ما اتغلبناش 12 ماتش برضه، من الاسبوع ال 12 لغايه ال 22 دايما. وفي الاخر ثالث سنه بقى خلاص اللي حصل حصل، وانا سبت الفريق وهو في المركز السابع. من يعني انا شايف ان نهى في الموسم اللي انا سبت الفريق ده في المركز ال 14، ونهى في الموسم ده في المركز ال 13 تقريبا او ال 14 برضه، يعني ما بعدش كتير. ولكن حقق البنك الاهلي في الموسم الثاني المركز السابع. هنيجي على تجربه فاركو، هي تجربة صعبة جدا، يعني أقل نادي أنا قعدت فيه بصراحة، أقل نادي يعني ما لحقتش لسه فرقة أول ما مسكت أول يوم. وأنا الكلام ده طبعا كلمة أقل دي بتعود على المدة مش المدة على الإمكانيات، المدة يعني المدة أصلا أنا عايز أقول لك حاجة، أنت لو نادي وبتتعاقد مع مدير فني وأنت واثق من هذا المدير الفني، أولا النتائج السلبية اللي حصلت دي نتيجة لحاجة مش من انا، لاني انا اسف ان انا هقولها، ان هذا الفريق لم يعمل فتره اعداد ابدا خالص. فرحت كان في فتره بينيه لغايه شهر واحد، وانا اتفقت مع الاداره ان احنا، وانا اخر مره هقول الكلام ده، ان احنا هلعب هطور من الفرقه الاداء الهجومي. واحنا شفنا ما شاء الله كابتن احمد خطاب، وبحييه جدا 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 ان هو، وانا بحبه جدا احمد، برافو عليك يا احمد ان انت قدرت ان انت تشتغل الشغل بتاعنا وتطور منه، وبقاء الفريق دي حاجه جميله جدا. لكن انا كنت عارف الحمد لله ان هذا الفريق لم مش هيهبط مع الوقت، بس انا كنت متفق مع الاداره ان انا قلت ايه، لازم لها شويه وقت، لازم لها ان احنا هنمشي في طريقين، ان احنا نبتدي نغير من عناصر الفريق، وفي لعيبه صغيرين وابتديت ان انا اديلهم، لان كان ساعتها لو تفتكر في المنتخب الاولمبي، وكان عندي ياسين مرعي واحمد شريف ووليد، وكل اللعيبه دي لعبت معايا بصفه اساسيه، وبابا كار فانا جيت على نفسي، مش هقول لك جيت على نفسي عشان اللعيبه دي، وهو الإدارة قالت لي إحنا صبرت ليك وإحنا خلاص أوكي، وامشي في الاتجاه ده. فمشيت في الحقيقة عدم توفيق عجيب. طيب عدم التوفيق ده، افرض أنا عندي عدم توفيق، كل فرق الدوري بلا استثناء يا محمد، أنا واثق من كلامي، مروا بهذا السيناريو اللي أنا مريت بيه طبعا. كل فرق الدوري من أول، مش هنقول المصري يعني، من تحت المصري بقى، حتى النادي الاهلي يعني المباريات اللي تعادل فيها كان عنده فيها عدم توفيق. في فرق قعدت 13 ماتش يا محمد، في فرق قعدت 13 ماتش، لكن انا قابلني سوء توفيق عجيب. مش همسك في سوء التوفيق، ولكن انا بقول لك ان يا محمد لازم، اما انت بتجيب مدرب وانت واثق منه، اكيد الاستمراريه. وخلي بالك انا معد الاداء، اما جه معايا جه في وقت متاخر قوي البرتغالي ده، ومدرب كويس بيدرو وكارلوس مدرب حراس المرمى، والاجواء هناك تساعد على النجاح، لكن كانت محتاجه وقت، وكان محتاجه شهر يناير زي ما هم عملوا كده، ان انت بتجيب لاعبين ثلاثه فادوهم قوي، زي ناصر لعيب كويس قوي طبعا، راس حربه. جابوا كام لعيبه جهاد، ده كان كمان لسوء التوفيق ان انا اربع خمس لعيبه مش معايا خالص. يعني الماتشات اللي انت بتقول شكري نجيب مش معايا، جابر ده ما لعبش ولا دقيقه، جهاد اللي هو منتخب اولمبي ما لعبش خالص، اربع خمس خالص مش معايا. فسوء التوفيق ما كانش في المباريات بس، لا في الاصابات، في قصر المده، في عدم الصبر على الفريق. فاما صبروا الحمد لله، كان السكواد كويس، سكواد الفاركو كويس، وقدر احمد خطاب ان هو يعبر بيهم الى بر الامان
ليه كل التقدير والاحترام كمدير فني، وهو استفاد من كل الناس اللي اشتغل معاه. بلدية المحلة خدمه، يعني البلدية كان ماشي حلو جدا الدور الأول، النتائج السلبية للبلدية ريحت فرقه. النتائج السلبية للبلدية والمقاولين عمرها ما تحصل إن المقاولين يفضل بهذا الكم من الماتشات وما بيكسبش مع تعدد المدربين اللي هم جم، ويعني مش عارف ازاي، مع ان السكواد بتاع المقاولين انا اعتقد ان هو سكواد كويس، يعني سكواد المقاولين كويس، كان ممكن يقعد في الدوري، لكن الجونة ضرب في الاول زي ما بيقول وجمع وارتاح في الدور الثاني. الجونة كان ممكن يتكعبل برضه، لانه فضل من الدور الثاني ده كله ما كسبش غير اخر ماتشين. فاعتقد ان برضه علاء عبد العال ان هو اشتغل مع الجونة كويس قوي الدور الاولاني، وقدر ان هو يفرق وان هو يحافظ بقى ياخد بونت لكن ما كانش بيفوز صحيح، ولكن دي ريحته الدور الثاني. المقاولين الحقيقه عنده الجزئيه اللي حضرتك اشرت ليها، فكره ان ما فيش صبر، يعني كم تغيير كبير جدا. يعني بتكلم كابتن شوقي غريب بدا، جابوا كابتن طلعت محرم، راحوا تعاقدوا مع كابتن محمد عوده، بعد الكابتن معتمد جمال، رجع الكابتن طلعت، بعد كده رجعوا الكابتن عماد النحاس. يعني كتير قوي الامور دي دايما بنتكلم مدى سلبيتها كابتن خالد، ولما اشدت بالثمان فرق اللي استقروا هتلاقيهم كلهم موجودين في النص الاول. يعني المصري في المركز الرابع، هتلاقيك سموحه في المركز السادس، نادي الاهلي في المركز الاول، سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن، زد في المركز السابع، الفرق كلها طلع الجيش في المركز العاشر، كل دي الفرق المستقره فنيا. يعني انا عديتهم اهو مع حضرتك ما عدا الجونه، يعني الوحيد اللي في المركز ال 12 هو الاسماعيلي، وهنقول اسباب ده. بس الاستقرار الفني دايما بيخلي المدير الفني شغال في بيئه كويسه. يعني انا لو خيرت حضرتك ما بين مجلس اداره بيديلك كل يعني التارجتس من اول السيزون، اللي احنا عايزين نفضل في النص الاول مثلا من الجدول والصفقات و ولا تبقى في نادي مثلا جايب لك صفقات كويسه جدا بس ضغطينك كمدير فني. ما انت لازم ضغطينك ماشي، بس في ظروف وانت شايف هل المدرب ده شغال في التمرين وفي الشغل بتاعه قصدي يا كابتن انا عايز اجي احاسب حضرتك مع الجوله ال 34، لان انا ممكن حضرتك في النص تتعرض لسلسله التعادلات او الاخفاقات 10 ماتشات. فليه انا كاداره بس اتفاق مع حضرتك ان انا من اول ماتش وهحاسبك او كشف الحساب في اخر ماتش؟ انا عايز اقول لك على حاجه. لو وصل للعيب ان في مشاكل بالنسبه للمدير الفني، ان هو قاعد ماشي قاعد ماشي قاعد ماشي، لا يمكن هتستقر الامور الفنيه ولا يمكن هيجي التوفيق. تخيل بقى طول ما انت بقى عمال بالحته وبتشوف، لاني انا بقول لك الدروب اللي حصل لي ده لكل الفرق والمدربين في الدوري. في ادارات بتصبر على عيني وعلى راسي، لان انت جايب المدرب ده ليه؟ عشان ان انت عارف ان هو مدرب كويس، وانت جايب خالد جلال او جايب علي ماهر او جايب احمد سامي او جايب سين صاد عين عشان عارف ان هو مدرب ليك. طب ليه اداره الاسماعيلي صبرت على ايهاب جلال؟ والاسماعيلي ده فرقه جماهيريه، لاني عارفين ان ايهاب ده مدرب كويس. على اللونج ران هتمشي الدنيا، والدنيا هتمشي. يبقى انا لازم بثق في المدرب وبثق في امكانيات المدرب وقدرات المدرب، فدي بتدي للمدرب استقرار فني بيجي بعديه نتائج كويسه. طيب بما ان حضرتك معايا وهسال حضرتك سؤال مركب شويه بخصوص نادي الزمالك، يعني اما اجي ابص على النادي الاهلي مدرب عام كابتن سامي قمصان، بيراميدز في الولايتين اللي كان موجود فيهم باتشيكو او يوريشيتش كان مره موجود الكابتن محمود فتح الله ومره موجود محمد ناجي جده. نادي الزمالك البعض وضح وقال ان جوزيه جوميز كان محتاج مدرب عام تقيل معاه، يعني مدرب مصري عارف كل صغيره وكبيره، قادر يسيطر على اوض اللبس. دايما المدير الاجنبي اعتدنا ان لازم يبقى معاه مدرب عام تقيل. ليه دايما نادي الزمالك اولاده او الاسماء الكبيره لما بيتعرض عليهم منصب المدرب العام كان فيها تقليل من شانهم، فبالتالي ما بيقدوش ال لا انا عايز افهم بس جزئيه يسيطر على اوضه اللبس دي، يعني هو المدرب العام هو اللي بيسيطر على اوضه اللبس؟ مش بالمعنى، ممكن مدير الكوره بس دايما بيحتوي اللعيبه، دايما بيحل المشاكل. انت حضرتك عارف العقليه بتاعت اللاعب المصري النهارده
مهاب ياسر هو ما لعبش يرمي التيشيرت، مجدي قفشه يتغير في ماتش يطلع زعلان وهكذا. فدايما دور المدرب العام كأب روحي ليهم كحد قادر يسيطر، المديرين الفنيين دايما طف، معروف ان الاجانب ناشفين جدا، يري عمل كده ممكن الماتش اللي بعده يستبعده خالص. كويس. هو في حاجه بس انا عايز اقولها، ان احنا دايما بنعمل هاله للمدرب الاجنبي، والمدرب الاجنبي عادي زيه زي المصري، وانا اتدربت مع مديرين فنيين اجانب واشتغلت مع مديرين فنيين اجانب. انا على فكره مش بغلط كلامك، لا انا بقول ايه، ان مثلا حصل لي موقف مع مستر إيناسيو وانا مدير كره لمده 3 شهور، حصلت مشكله في الملعب فانا خدت قرار، بس من خلال مين؟ المدير الفني. فروحت لمستر إيناسيو قلت له في حصلت مشكله في الملعب مستر إيناسيو، ايه رايك نعمل ايه؟ انا ممكن. قال لي لا 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 ما تخصمش حاجه، انا دي امور عاديه. وقلت له بس ده حصلت مشاده تطورت. قال لي لا 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 انا عندي ما فيش مشكله، نرفزت ملعب يعني. نرفزت ملعب يبقى انا هاخد قرار ولا المدير الفني؟ حتى المدير لو الفني. انا مدير كوره قوي وجامد ما اقدرش الا من خلال المدير الفني، ما اقدرش انا يبقى قرار مزدوج. تمام. لو انا خدت قرار او المدرب العام فايده بقى التيم اللي هو بيشتغل معايا ايه، والمدربين ان التيم ده فعلا زي ما انت بتقول يا محمد ان هم بيعالجوا بقى الثغرات، واحد زعلان، واحد مش عارف قفش عمل ايه، واحد طلع وراح مشوح، واحد في مديرين فنيين زي مستر جروس مثلا بيعاقب بالامور الماليه وليس بالوقف. وفي مدربين يعني هو بجيب لك اكبر المدربين، لكن احنا كمصريين، احنا كمدربين مصريين لو حصل هذا الموقف، يعني واحد عمل كده، واحد رمى مش عارف ايه، احنا بيبقى اسلوبنا شويه ان احنا نوقف خلاص، لكن اسلوب الناس الاجانب يقول لك لا انا عاقب بالفلوس ويفيدني في الماتش اللي بعده. دي مدارس، دي مدارس. انا يعني انا لو حصلت معايا لا انا ماليا وبوقف. طيب. لو الامر تطور. طب ده الجزء الاداري. طب بالنسبه لنادي الزمالك، وارجع للسؤال، هل نادي الزمالك في حال استمرار جوميز محتاج مدرب عام؟ طبعا كل التحيه لاحمد مجدي، برضو لا ننقص من قدره اي شيء، ولكن ليه دايما البعض حاسس ان مشكله نادي الزمالك الفنيه في عدم وجود مدرب عام دايما من ابناء النادي؟ لا انا شايف ان احمد مجدي كويس جدا، وعب واحد مش كويس، والامور كويسه، يعني احنا مش عايزين نرمي على الناس اللي يعني تبقى المشكله هنا ونرميها هنا. يعني هي المشكله في المدير الفني اللي هو عمل سيناريوهات انا من وجهه نظري خاطئه طبعا، خلاص نرميها ان ما فيش مدرب عام. ان هو وعلى فكره انا عايز اقول لك على حاجه، اما المدير الفني الاجنبي بيحس ان في طب ما انا عرض عليا ان انا اشتغل مع جروس كمدرب عام، وانا قلت في لحظتها قلت لهم انا لو جيت في التوقيت ده خلاص هيبقى مشكله للراجل، هيحس ان انا جاي امشيه، فما ينفعش ان انا اجي معاه. والمديرين الفنيين الحته دي بتركز في دماغهم قوي، وبيبقى بقى ايه ما بيديلك شغل مش عارف ايه، يبقى انت موجود ومش موجود. طب انت بقيت موجود ومالكش دور في الملعب، يبقى انت موجود ليه؟ صح. يبقى لا موجود ان انت هتفيد، لو مش موجود بس كده. صح. طبعا كلام كتير جدا هيخص نادي الزمالك الحقيقه في حضره طبعا وجود الكابتن خالد جلال بصفته احد ابناء النادي، وكمان تولى القياده الفنيه لنادي الزمالك اكتر من مره، وكمان حصل معاهم على بطولات. نادي الزمالك قدم واحد من اسوا مواسمه على الموسم الثاني للتوالي باحتلاله للمركز الثالث نسختين متتاليتين. اكيد امور فنيه كتيره جدا هنستعرضها مع الكابتن خالد جلال عن نادي الزمالك، ولكن بعد هذا الفصل. قبل المحترفون الأجانب في الموسم 65 للدوري بلأنا حسنا ونجحوا في فرض كلمتهم خلال الكثير من المباريات، وصنعوا الفارق سواء في سباق القمة أو صراع النجاة من الهبوط. 102 محترف يمثلون 31 دولة زينوا قوائم الأندية 18 في الموسم المنتهي، كان من بينهم 6 جنسيات عربية و23 أفريقية
إفريقية على رأسها نيجيريا ب22 لاعب بالإضافة للثنائي الفرنسي أنتوني مودست والصربي ريان ملاج في صفوف الأهلي وأمبي. 60 لاعب نجحوا في تسجيل 231 هدف من إجمالي 728 بنسبة تقترب من 32%، وتمكن 5 منهم من التواجد ضمن أفضل 10 هدافين، على رأسهم الفلسطيني وسام أبو علي المتصدر ب 18 هدفاً، والكونغولي فاستون مايلي صاحب المركز الثاني بفارق هدف، بالإضافة للأنغولي مابولولو لاعب الاتحاد السكندري والتوغولي ياو أنور مهاجم الإسماعيلي ثم البنك الأهلي، والنيجيري صديق أوغولا جناح سيراميكا كيلوباترا برصيد 11 هدفا لكل لاعب. على صعيد صناعة الأهداف تواجد 6 أجانب ضمن قائمة 10 الأوائل، تصدرهم المغربي محمد الشيبي مدافع بيراميدز برصيد 9 تمريرات، يليه مواطنه وليد الكرتي وزميله الكونغولي مايلي برصيد 7 تمريرات لكل منهما، ثم الكاميروني جوناثان نوغوين مدافع مودرن سبورت والجزائري أحمد القندوسي متوسط ميدان سيراميكا كيلوباترا برصيد 6 تمريرات. مع هؤلاء النجوم تألق عدد آخر من المحترفين في مراكز مختلفة، على رأسهم الرباعي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري في الزمالك وفخر الدين بن يوسف ومعتز زدان في المصري، والجنوب أفريقيين فخري لاكاي في بيراميدز وبيرسي تاو في الأهلي، بالإضافة للنيجيري الصاعد الواعد أرنولد إيبا مهاجم مودرن سبورت الذي سجل 7 أهداف منها ثنائية في الأهلي. ده كان تقرير عن المهاجمين الأجانب اللي تألقوا في الدوري المصري، وسام أبو علي، فيستون مايلي، فخر الدين بن يوسف مع النادي المصري بورسعيدي، ومعظم الأندية الحقيقة 18 نادي كلهم عندهم محترف أجنبي، وده أكيد كان ليه توابع على كرة القدم المصرية، أثر على اختيارات أكيد أي مدير فني بعدم وجود مهاجم مصري متميز. لو حصرنا الأسماء هنلاقي بيتألق كل فين وفين أحمد عاطف مع مودرن سبورت أو مودرن فيوتشر، بنلاقي برضو أسامة فيصل موجود برضو في اختيارات الكابتن حسام حسن مع البنك الأهلي، موجود الشامي مع المصري بورسعيدي، بعض الأسماء أحمد أمين أوفا طبعا مع إمبي كان موجود في القائمة اللي فاتت ومش موجود المرة دي، فأعتقد أمور بتخص المهاجمين. كابتن خالد، لو هروح بالسؤال ده لنادي الزمالك، يعني رأيك برضو في المهاجمين الموجودين في نادي الزمالك، وبرضو هعمم على باقي الأندية وفكرة اللاعب المحترف في مركز المهاجم. هو يعني ألف به اما بيجي مثلا رئيس نادي بيتكلم مع المدير الفني في 5 لاعبين اجانب، طب انت اختياراتك هتبقى فين؟ احنا بنختار دايما اللي فوق، الناس اللي هي ممكن تخلص لك زي راس حربة، زي جناح، زي ما قلنا مثلا صديق أجولة مع سموحة، مايلي مع 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 بيراميدز حاجه، ولا اروع وسام مع الاهلي، الجزيري مع الزمالك، صديق أجولة طبعا في سيراميكا دلوقتي، أنور مع البنك الاهلي، يقول عنده تجربتين كان في سموحة وفي سيراميكا، وفي سيراميكا وقبليهم كمان تقريبا لعب في الجيش حاجة بسيطة قوي ومشي يعني، لكن هو لعيب مميز جدا جدا جدا. فأعتقد ان برضو دي بتعود في النهاية ان انت ما بتدور على رصاد حربة لمنتخب مصر ما بتلاقيش كتير. يعني البنك الأهلي بيلعب برصين حربة، وسامة فيصل مع ياو أنور أو بامبو، فأسامة فيصل اشتغل مع المنتخب الأولمبي، لكن كل الأندية لو بصينا على معظم الأندية هنلاقي الرصاد حربة بأجانب، فدي ما تيجي تدور بقى للمنتخب مين الاحتياطي بتاع مصطفى محمد هتلاقي الدنيا صعبة جدا. طيب بجانب سيف الجزيري، نادي الزمالك دي أحد الملفات المهمة بالنسبة له التعاقد مع رأس حربة، يعني يمكن التركيز دلوقتي على أشرف بن شرقي، بس هل الزمالك محتاج رأس حربة مع الأنباء كمان الموجودة أن ناصر منسي ممكن يدخل في أي صفقة تبادلية أو إعارة ومش موجود في نادي الزمالك؟ مش عارف، أنا ناصر الماتش الأخير ده تحديداً ومش ناصر خالص، الناصر اللي اشتغل معايا وهداف كبير جدا، ومش معايا بس، كان مع الجيش ولعب منتخب أولمبي، أنا مش عارف يعني الماتش اللي فات ده تحديدا ما كانش في مساواه، وناصر أحسن من كده بكتير، لكن خلاص جمهور الزمالك مش عارف يعني قفل من ناصر، وهو ما كانتش ماشية معاه، ضيع 4-5 فرص في ماتش الجيش اللي فات ده، فأعتقد أن الأمور هتبقى صعبة بالنسبة له.
ممكن الزمالك يقعده، لكن هتبقى عليه ضغوط كبيره جدا. لازم هو، انا قلت له حتى هو رايح الزمالك، قلت له ناصر خلي بالك في ضغوط جماهيريه كبيره، انت بتلعب في نادي كبير دلوقتي مش نادي ما فيهوش جمهور مثلا، خلاص. فالانديه الجماهيريه عايزه لها ثبات انفعالي، وعايزه لها هدوء، وعايزه لها تركيز، وعايزه لها ما تخافش، وعايزه لها حاجات كتيره جدا، وعايزه لها قوه شخصيه، ان انت تبقى قوي الشخصيه مع زملائك وفي الملعب وليك حضور في الملعب. لان مش اي لعيب كويس، انا ما بتكلمش على ناصر، مر علينا في النادي الزمالك والنادي الاهلي على فكره نجوم انديه كبيره جدا، وجت في الاهلي والزمالك ما عملتش حاجه عشان تحت الضغوط ابتدت. لكن ناصر انا اعتقد ان شخصيته كمان بيستحمل الضغوط، لكن هو يعني باد لك الماتش اللي فات. لكن النادي الزمالك محتاج، نادي الزمالك محتاج راس حربة. طيب لو هروح مع حضرتك لبعض القرارات اللي كانت موجوده في نادي الزمالك السنه دي مع مجلس الاداره طبعا الموجود، كان هذه قرارات اهمها راحه اللاعبين، وانت عندك بطوله، بطوله كاس مصر، هل ده احد القرارات الخاطئه سواء من الجهاز الفني او مجلس الاداره؟ لا، هو مش قرار مجلس اداره، هو قرار انا دلوقتي وانا بعمل الخريطه بتاعتي والبرنامج بتاعي، وعارف انا مريح امتى وهبتدي امتى بدايه الموسم، وعايز اريح عشان ماتش السوبر. لكن في حاجه مهمه قوي نسيناها، بطوله الكاس. النادي الاهلي انسحب من بطوله الكاس، ادى فرصه للزمالك ذهبيه ان هو يقرب من بطوله الكاس مع بيراميدز، مع الانديه المصري، ومع الجيش، ومع الاسماعيلي، كل دي ليها حظوظ. لكن الحظوظ كانت الاكبر الزمالك وبيراميدز، خلينا واضحين. خلاص، فانت ضيعت على نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك بطوله، ان انت سوء تقدير. يعني ايه سوء تقدير؟ وانا بعمل روتيشن كده، ده احنا في ده في خمس تغييرات، ده انت ما حتى يعني شوف الجول الاولاني ده، ايشو جميل جدا، وشيكابالا على فكره جاي من بعيد قوي، ورغم كده لمساته هو يمكن اغلب الفرص اللي النادي الزمالك هو اللي عاملها. يعني هي دي بيصنع الفارق. شوف دي هجمه في اخر ثانيه، ازاي يبقى في 2-2 هنا؟ ازاي الراجل في نص الملعب يعني مش عارف قبل ال 18 حتى الزناري وحسام عبد المجيد الخطا مشترك ما بينهم، ان واحد طالع 2-2 في اخر ثانيه في المباراه؟ فدي برضو بتدل على عدم الخبره. صح، دي عدم الخبره في التمركز، عدم الخبره في التمركز ادى ان جول صعب وقاتل في اخر ثانيه في المباراه كان الزمالك تاهل، وكان الناس اللي هي لا ولا الناس هتلحق حتى، لان الماتش حتى بعد 48 ساعه. لكن انا هرجع واقول مبروك طبعا لنادي الجيش وكابتن عبد الحميد بسيوني، ولكن هرجع بقى لمستر جوميز، ان النادي الاهلي انسحب. ما هو انا لا انسحب لا العب، مفيش حاجه بقى الوسط ده. انا عندي 3 4 اسامي المفروض. الجزيري ده اخد اصابات كتيره في الموسم جدا، خلاص كان ممكن يبقى ريزيرف معايا. مصطفى شلب قعد شهور مصاب، طب ما هو اصابه في راحه في اصابه في راحه، طب ما تقعده معاك. صح، يبقى عندك دونجا، ما عندكش 6 خالص غير دونجا، خلاص. برضه في توقيت مهم كان ممكن ينزل يبقى يعمل الفارق. يعني عندك كذا حاجه كان ممكن نادي الزمالك يعني يعمل الروتيشن فيهم. ناصر ماهر ما هو جاي لك في نص الموسم والدور الاولاني ما لعبش كتير، طب ما تخليه معاك ريزيرف. انا قصدي ايه؟ ان انت اما لعبت حاجتين، انا عشان العب اللعيب الناشئ لازم العبه في اجواء تناسب، وان هو يجيد، وان انا اكسبه ويكسب ثقه الجماهير. لاني العب 6-7 ناشئين مع بعض في ماتشات حاسمه، الزمالك يخسر كاس مصر، خلاص مش كاس الرابطه كمان، يعني كاس الرابطه اهلي وزمالك ما لعبوش، ضيع عليك بطولتين، انت كان ممكن تلعب على السوبر كمان، على السوبر. فانت ضيعت حاجات من ايدك كتيره جدا. يعني ليه نادي الزمالك بيفرط ونقول بقى اصل المدرب العام مش لا،
انا بتكلم والله مش عشان خالد جلال كان مدير فني نادي الزمالك وما والناس ما تاخدهاش في اتجاه ان انا بقطع في المدير الفني بلغه الكوره، لا انا بقول مستر جوميز اشدنا بيه كتير جدا جدا جدا، وما كسب النادي الاهلي واخد بطوله الكونفدراليه واشدنا بيه كتير، لكن اما يغلط لازم يتحاسب. فين المحاسبه المدير الفني؟ اشمعنا بنحاسب المدير الفني المصري؟ اشمعنا بنحاسب معتمد جمال ان هو مش عارف ايه واتغلب ماتش مش عارف في بطوله وديه؟ الله، اشمعنا بنحاسب خالد جلال مش عارف على ماتش الجونه؟ فين محاسبة المدير الفني؟ أين محاسبة المدير الفني؟ طيب كزملكاوي يا كابتن خالد وانتمائك للقلعة البيضاء ونادي الزمالك، شايف إن جوميز يستحق الاستمرار مع نادي الزمالك ولا لازم الملف ده يعني يبقى فيه شكل مختلف بالنسبة لنادي الزمالك؟ هي غلطة، هي غلطة من مصر جوميز وغلطة ببطولة. قرار ده مجلس الإدارة، هو شايف إن مصر جوميز إن هو إدى الراحة دي وان هو بيحضر للماتش الاهلي والسوبر الافريقي والكلام ده كله، يبقى ده قرار مجلس الاداره. على فكره نفس الغلطه دي وقلتها انا كمان قبل كده اتكررت في ماتش سموحه عشان يستعد لنهضه بركان، مع ان كان في فارق زمني 10 ايام ما بين الماتش سموحه والماتش ده. انت انا عايز اقول لك على حاجه، امسك كده، مش نادي الزمالك التالت؟ عمرك شفت نادي الزمالك في فرق 29 بونت ما بينه وما بين الاهلي؟ عمرك شفتها؟ عمرك شفت 23 بونت ما بينه وما بين بيراميدز؟ ليه يعني؟ ليه؟ هتقول لي صفقات مش هتقول لي صفقات؟ لا اسف، نادي الزمالك خد المركز الثالث ولكن ليس هذا نادي الزمالك. بقول لك احصائيه اللي هو ينهي 56 بونت. طب اقول لحضرتك حاجه، الداخليه ايه رايك فيه؟ هبط صح؟ عارف انه طالع كلين شيتس اكتر من نادي الزمالك؟ والله يعني طالع بشباك نظيفه اكتر من نادي الزمالك. والله وعملوا الدور الثاني كما ينبغي، بحيي الكابتن عيد مرزيق، هايل الدور الثاني، هايل اداء. سيبك من الكلين شيت كمان، انا شايفه ان هو كان بيأدي بطريقه رائعه، والكلين شيت دي تبين لك بقى كمان الاحصائيه دي ان هو ماشي صح كمان يا محمد. طيب ايه روشته الاصلاح يا كابتن خالد؟ يعني لو حضرتك حد بيحب نادي الزمالك واكيد مخلص لنادي الزمالك، لو هنعمل روشته اصلاح ما بين صفقات محتاجها، تعالى انا وحضرتك كده نحدد المراكز، ولو في اسماء كمان بتتمنى تشوفها في نادي الزمالك نقولها، ولو في نصايح لمجلس الاداره او للجهاز الفني، يعني نتكلم بقى شويه على نادي الزمالك في الاصلاحات. اولا حارس المرمى لازم يتم التدعيم، رغم ان صبحي في نهايه الدوري نهى الدوري بطريقه حلوه قوي، وكان برضو صبحي من العناصر رغم ان الشناوي اشتغل كويس، لكن برضو ولد صغير يعني، هو شال في ماتش الجيش كمان كام كره خطيره، لكن برضو محتاجين في حراس المرمى تدعيم. هيقابلك مشكله كبيره جدا ومن دلوقتي انا بقولها لك، الباك رايت والباك ليفت. عمر جابر طبعا عمل موسم ولا اروع، وكان من الناس القريبه قوي ان هو ممكن ينضموا لمنتخب مصر، وبرده رغم ان عدم وجود غير هاني بس محمد هاني كباك رايت، معاه شحاته لو اشتغل في الحته دي، لكن فينا عمر بيلعب باك رايت وباك ليفت. يعني انت مثلا حمدي انت وحنيجي للموضوع ده خلاص، فنادي الزمالك محتاج باك رايت ومحتاج باك ليفت او باك ليفت بصوره كبيره، محتاج سيرد باك بصوره ملحه جدا، لان انت عندك المسلوسي ومن افضل لعيبه الزمالك هذا الموسم المسلوسي في هذا المركز بصراحه. طبعا وحسام عبد المجيد كراجل بيلعب في المنتخب الاولمبي وشغال يعني كويس. هنيجي على نص الملعب، محتاج رقم 6 مع دونجا. دونجا ما بيطلع من الملعب زي ما احنا شفنا برضو في مشاكل كتيره جدا، في مشاكل كتيره، لكن بقى مركز 10 ومركز الكلام ده كله، لا في نصر ماهر وفي عبد الله السعيد وفي سيف جعفر وفي 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 وكان في اوباما. فاعتقد ان دي الحته دي. حسام اشرف عودته للزمالك بعد طبعا انتهاء اعارته للبلديه ممكن تفيد نادي الزمالك؟ حسام في الحقيقه يعني قبل بلاء حسنا في البلديه المحله، وجاب جوال وهو كان من الناشئين الواعدين، وصعدناه ساعه ما انا كنت في الزمالك وكان لسه ولد صغير، لا حاجه كويس وعنده قوام وبيلعب بدماغه كويس وهداف، ليه من الناس الزمالك ما يستفادش منه؟
ومن احتكاكه مع بلدية المحلة، لا اعتقد ان عودته مهمة جدا. طيب قبل ما نسيب بقى الكلام محليا ونخلص ملف الدوري، لان طبعا هنتكلم على قائمة المنتخب وحديث هيطول على منتخبنا الوطني المصري، مين من المديرين الفنيين حضرتك حابب توجه له رسالة شكر يعني، او شفته فعلا ادار مباراته بشكل جيد؟ لان انا عارف حضرتك كنت عامل زي احصائية كده قبل ما يبدأ الهوا عن المديرين الفنيين. لا بص، انا علي ماهر من المدربين ان انا بقاله كام سنة بصراحة بيعمل نتائج وبيعمل شغل كويس قوي، سواء مع فيوتشر سابقا يعني والمصري حاليا ورابع دوري في الموسمين. لا حاجة جميلة جدا، انا برفع له القبعة. وتاني واحد يعني وعلي ممكن بعد كده تلاقيه ماسك النادي الاهلي، ليه لا؟ ما هو علي برضو من المدربين كويسين، احمد سامي برضو من الناس اللي اشتغل كويس جدا الموسم ده واللي قبليه. يعني كابتن طلعت يوسف مسك فيوتشر وما شاء الله راح بيهم في حتة تانية. مجدي عبد العاطي هايل السنة دي هايل. في مدربين كتير اشتغلوا كويس، لكن دولت ابرز المدربين. احمد خطاب من الناس اللي هي الصاعدين اللي هم بحييهم جدا. عارف يا كابتن، انا بيعجبني في كابتن احمد سامي ايه بقى بمناسبه ذكره يعني، دايما ياخد لعيب بيكون خلاص خارج الخدمه تلاقيه حوله النجم. يعني حصل ده مع حسين فيصل من نادي الزمالك، محمد عبد المنعم من النادي الاهلي، مصطفى فتحي لما مشي من الزمالك وراح سموحه تالق، صديق اوجوله طلعه برضو الكابتن احمد سامي بشكل جيد. فهو عنده الملكه دي برضو يعني. حسام حسن بعد الفتره اللي قضاها مع النادي الاهلي خده اهله نفسيا تاني، فدي بتبقى جزئيه مهمه برضو في اي مدير فني. هقول لك على حاجه مهمه جدا، في مدير فني يعمل لك فريق، الخلطه بتاعه الفرقه دي مش اي واحد يعملها. وعلى فكره مش مهم يبقى الخلطه دي بملايين، ممكن في مدير فني بيعرف احتياجاته ايه وبيعرف يوظف اللعيبة ازاي في الملعب وبيعرف ياخد اكبر انتاجية. هو ده المدير الفني، هو ده المدير الفني صانع. مش عايز يعني لو اتكلمت انا عن نفسي في ناس كتيرة جدا، لكن المدير الفني هو ده اللي بيعمل، مش نتائج بس. وانت بتتفرج تحس ان انت بتتفرج في متعة وفي كورة وفي جوال وفي شغل وفي سيستم شغال، مش بتدافع وكوره في اخر الماتش مش عارف ايه وتقوم لطش جول. مش هي دي الكوره، مش صح. هي دي المتعه. انت بتشوف الدوري الانجليزي عامل ازاي يا راجل، بتشوف الدوري السعودي عامل ازاي، هجمه هنا وهجمه هنا، هجمه هنا وهجمه هنا. هي دي المتعه، هي صح. دي المتعه. طب انت تشوف حضرتك بقى في المتعه دي يعني، نعم. هل في اي عروض قريبه او في اي مفاوضات يعني؟ طبعا حضرتك ريحت شويه بس اكيد فكره التدريب ما بتروحش من بالك يعني. والله لا طبعا، انا في الاول وفي الاخر انا مدرب، و والله بيتعرض عليا حاجات يا محمد انا مش عارف، مش عجباني فما بروحش. انا لو من المدربين اللي بنط من هنا على هنا على هنا على هنا كنت زماني ماسك 40 فرقه، لكن انا تحركاتي بتبقى شويه. واقصر فتره انا يعني عملتها في حياتي اللي هي فترة فاركو، لأن كل الأندية اللي اشتغلت معاها قبل كده لا تقل عن سنتين، كنت بقعد سنتين. يعني أصغر فترة في حياتي قضيتها فاركو، لكن كل الأندية، الزمالك، البنك، كل الأندية، اف سي مصر، حتى في الدرجة الأقل منتخب السويس ده مسكته 4 سنين، في الدرجة الأقل الشرقية مسكتهم سنتين، الشرقية للدخان دي 3 سنين. كل الفرق يعني أقصر تجربة في حياتي هي كانت تجربة فرق. ربنا يوفقك إن شاء الله في ما هو قادم. هنطلع مشاهدينا الفاصل، وبعد الفاصل حديث عن قائمة منتخبنا الوطني المصري واستعداداتهم لمباراتين هامتين من أجل حلم أكيد تواجدنا في كأس الأمم الإفريقية 2025، وأكيد الفوز والظفر بها من الأراضي المغربية. كل هذا الحديث مع كابتن خالد جلال، ولكن بعد هذا الفاصل.
عودة مجددة مشاهدينا طبعا في وجود الكابتن خالد جلال، نستغل وجوده ونربط بس بين قرارين بيبقى فيه اختلاف ما بين الجماهير، جماهير كل نادي او قاعدة جماهيرية، ما بين قرارات مجلس الادارة وقرارات او اختصاصات الجهاز الفني. كابتن خالد، الموضوع ده يعني بقى فيه لغط شوية، البعض مثلا بيربط اعتذار كولر او مجلس ادارة النادي الاهلي عن عدم وجودهم في كاس مصر، نفس الحال على نادي الزمالك وانسحابه امام النادي الاهلي، بتبقى قرارات بعضها تخص مجلس الادارة وبعضها المدير الفني. كويس قوي، ده موضوع مهم جدا ان احنا نتكلم فيه، ان في قرار فني بالنسبه للمدير الفني وفي قرار سيادي اداري بالنسبه لرئيس النادي والنادي. يعني مثلا قرار عدم اللعب النادي الاهلي ده قرار سيادي لمجلس اداره نادي الزمالك، قرار عدم اللعب النادي الاهلي لكاس مصر هو قرار فني من كولر بس وافق عليه مجلس اداره النادي الاهلي. كان ممكن يقول له لا انا والله كنادي انا شايف ان انا العب حتى لو بالناشئين، حتى لو ناشئين مطعمين مثلا، يبقى القرار في النهاية قرار اللعب وعدم اللعب وجهة نظر فنية للمدير الفني، لكن القرار النهائي بيبقى لإدارة النادي، دي حاجة معروفة. فبس طبعا تابعنا منذ قليل اعلان الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني المصري، القائمه المعلنه واللي متواجد فيها 27 لاعب، القائمه خلت من بعض الاسماء، يعني بدات مواقع التواصل الاجتماعي تقول انها مفاجات لعدم وجودهم بالتاكيد، يعني على سبيل المثال وليس الحصر، دونجا من نادي الزمالك، عمر جابر من نادي الزمالك، عمر كمال عبد الواحد اللي كان انضم في الاخر المعسكر اللي فات طبعا بعد عدم وجود محمد حمدي، احمد سامي لاعب نادي بيراميدز، حسين الشحات، بالاضافه طبعا الى سام مرسي قائد ابسويتش تاون المتواجد حاليا في البريمير ليج او الدوري الانجليزي. كابتن خالد، هل دي مفاجآت بالنسبه لك عدم وجود الاسماء اللي انا ذكرتها؟ في اي اسم تاني حاسس ان كان يستحق التواجد؟ هو حسام خلي بالك يعني اختار مجموعه كويسه من وجهه نظري، ولكن في بعض المراكز فيها مشكله. يعني مثلا باك ليفت عندك محمد حمدي هو واخد كوك انا عارف، لكن ممكن واحد زي عمر جابر كنت ممكن تستخدمه هنا وهنا فيبقى عندك برضو أريحية شوية. خلاص في مثلا واحد زي مصطفى شلبي كان برضو نايم مع نادي الزمالك كويس قوي، حسين الشحات من أفضل فتراته مع النادي الأهلي، لكن أنا حنقلك وجهة حسام حسن في الموضوع ده. هو عنده مشكلة في الحتة دي، عنده مرموش وعنده تريزيجيه وعنده صلاح وعنده مصطفى فتحي وعنده زيزو وعنده ابراهيم عادل وابراهيم كمان. عادل للناس ابراهيم لعيب مهم قوي. فانت عندك سته في الاجنحه وناصر ماهر بيلعبها كمان. انا نفسي وانا قاعد هنا ما اقدرش اقول لك صلاح وحط تريزيجيه تحط مرموش تحط، يعني مشكله. فان انت ما بتاخدش برضو شلبي مصطفى شلبي او حسين الشحات طيب بصراحه هنقول دول تمام. طيب مركز قلب الدفاع احمد سامي مش متواجد، هو طبعا ضم اسماء كتيره من المنتخب الاولمبي بس ما خدش مثلا لا عمر فايد ولا حسام عبد المجيد. الاطراف حضرتك اتكلمت على عمر جابر، بس عمر كمال عبد الواحد بيجيد نفس الجزئيه، بيلعب باك رايت باك ليفت ومتواجد مع المنتخب المصري في كل الاونه. بصراحه عمر انا لعيب بيعجبني جدا جدا. عمر كمال بيعجبني جدا في الملعب واخلاقيا، وهو كده ما تعرفش كمان يعني ما شاء الله مرزق، وما بينزل حتى ماتشات الاهلي حتى وهو باك ليفت او باك رايد بتلاقيه الانتاجيه بتاعته. شفت الجول بتاعه في بلديه المحله، شفت الجول بتاعه اللي هو الشوطه ده، يعني لا 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 يعني هو انتاجيته عاليه. فلعيب بصراحه كنت اتمنى برضو ان هو يبقى موجود. عمر عدم وجود اكرم توفيق في نص الملعب ونبيل عماد دونجا، يمكن اكرم بيجيد ايضا جزئيه انشغاله او شغل المركز الظهير الايمن، بس هنقول ان هو خد شحاته برضو يدي فرصه لشحاته بعد تالقه في اولمبيكس باريس، بس عدم اقتناعه بدونجا، يعني ده تاني معسكر على التوالي دونجا مش موجود. والله انا شايف ان دونجا برضو من اللعيبه الكويسين قوي يعني، وستاندنج نادي الزمالك وبيلعب بصفه مستمره، ولعيب برضو يعني كويس في نص الملعب، كان ممكن برضو دونجا يبقى موجود. لكن هو انا قلت لك اعتماده، هو كل مدرب فينا واحد وفي اتنين، في مروان حمدي عنده وحمدي فتحي هيلعب منهم واحد، في امام عاشور وزيزو ممكن يلعبوا هما الاتنين، تحط تريزيجيه هنا يعني في ناصر ماهر بينزله، فهو عنده حتى شال قفشه كان ناهي معاه
بس مش مشكله حسام، هي مشكله كولر مع قفشه. قفشه في الفتره الاخيره ما لعبش مع النادي الاهلي، رغم ان قفشه اول ما بينزل مع النادي الاهلي انا بحس ان هو ده النادي الاهلي غير بجد. انا هدف بيراميدز يعني خلص الامور كلها، ده بيخلص وهو عنده يعني عنده رؤيه، يعني قفشه بيمسك لك نص الملعب، بيعمل لك جول، بيجيب لك جول في الاوقات الصعبه قوي قوي قوي. ممكن ان هو عنده ثبات انفعالي زي الكره دي مثلا، عنده ثبات انفعالي ان هو يمسك كوره ويحطها، والجول اللي جابه الاخير اللي هو حطه على صدره وبطن سموحة. رجله سموحه عنده ثبات انفعالي، في واحد يقوم حاططها على صدره وحاطط وش رجله تلاقيها في السماء. لكن قفشه من اللعيبه اللي بتعجبني جدا. طيب. لكن عدم انضمامه انا مع حسام حسن لانه ما لعبش فترات كتير. حسام مرسي يعني عندنا لاعب بيلعب مع جنسيه مصريه وانضم قبل كده للمنتخبات الوطنيه وموجود في ابسويتش تاون، نادي بيلعب في البريمير ليج، اي نعم لسه صاعدين بس خلاص عندك لاعب بيبدا وبيلعب ال 90 دقيقه، برضو عدم انضمامه. انا بقول عدم انضمامه قناعه من حسام ان هو مركز على اسماء معينه، فالاسماء دي ما فيهاش حسام مرسي. فهو يقول لك ايه، انا هجيب واحد، هجيب حسين الشحات وعندي ست اجنحه ويعمل لي مشكله وجمهور الاهلي، انا بقول لك بصراحه وجمهور الاهلي يضغط عليا، فين حسين الشحات؟ لا، طب ما انا ما اجيبوش خالص، لان انا بعتمد على محمد صلاح وعلى الناحيه الثانيه تريزيجيه وعلى مرموش وعلى مصطفى فتحي وعلى زيزو. لا انا برضو العمليه الاختيار خلي بالك بتبقى صعبه جدا للمدير الفني. طيب. وانا كمدير فني عندي الحق ان انا احط واحد والاحتياطي بتاعه. طيب لا، عايز حضرتك تمسك القايمه وتقول لنا كده رايك فيها كامله، وتالق طبعا محمد النني في اولمبياد باريس مع المنتخب الاولمبي وانضمامه مره اخرى للمنتخب الوطني. الاربعه اللي فوق الشناوي والمهدي ومصطفى شوبير وحمزه علاء كويسين. حجازي برضو عنده خبرات قبل كده مع المنتخب، فطبيعي ان هو يبقى موجود. رامي طبعا بيلعب على طول مع النادي الاهلي. محمد عبد المنعم طبعا وبنتمنى له التوفيق. رمضان بيكم من اللعيبه الكويسه، خالد صبحي، سيراميكا، محمد هاني اول مره بينضم للمنتخب الوسط المصري، ومفاجاه من الكابتن حسام برضو. ما هو حاطط كام واحد مفاجات يعني برضو من ضمن التشكيله اللي هي ممكن ما يستخدمهمش، ولكن يبقى في عدد يعني في عدد يسند عليه في التمارين في الكلام ده كله، ويبقى على اللونج ران ممكن ان هو يستخدمه يعني. في محمد حمدي هايل مع بيراميدز، في شحاته هايل مع الزمالك، نبيل كوكا مع منتخب مصر. النني بقى نقف عند النني، لان انا النني بصراحه انا بحيي حسام حسن في الحته دي لانه عمل بطوله ولا اروع مع منتخب مصر، والله حقها كان اني فعلا ده فعلا دي مكافاه ان انت رحت واشتغلت وانت ما بتلعبش مع الارسنال بقالك فتره طويله، وان انت تظهر بهذا المستوى الفني الرائع مع منتخب مصر الاولمبي. لا دي حاجه فعلا مكافاه من حسام ان هو يضم النني، دي حاجه انا بحيي عليها. حمدي فتحي طبعا بيلعب، مروان بيلعب، امام طبعا عاشور مؤثر جدا، ناصر ماهر لو خد فترات اكبر مع المنتخب هيبقى حاجه جميله جدا جدا. احمد زيزو طبعا ثلاث مواسم ورا بعض احسن لاعب في مصر، حاجه جميله. تريزيجيه صاحب انجازات كبيره جدا، ومع حسام في اخر ماتشين مؤثر جدا جدا جدا. مرموش وصلاح و يعني احنا بنتكلم مصطفى محمد يعني ما بعدناش قوي. اسامة فيصل بقى اخر الاسماء، ابراهيم عادل هايل. اسامة فيصل هايل مع المنتخب الاولمبي، ويمكن انا اللي جبته اعارة للبنك الاهلي وبعدين اشتروه. جمهور الزمالك يزعل منك ليه؟ الزمالك فرط فيه، ودي احد الاخطاء عشان يكون برضو صراحة يعني. لا دي بقى انا ما اعرفش بقى مع الادارتين، وانا بقول انا عايز كذا بيجي كذا، لا انا ليش دعوه. كابتن خالد انا والله مبسوط ومن احلى الحلقات بوجود حضرتك يعني، وبشكر ربنا يخليك يا محمد، وان شاء الله مستقبل يكون مزهر كده ان شاء الله في ان شاء الله باذن الله القادمه باذن الله ان شاء الله. شكرا الف شكر محمد، شكرا الف شكر. مشاهدينا كده وصلنا لختام حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، ودائما اللقاءات تتجدد عبر شاشات اون تايم سبورتس.